ثقافتنا هي حصالة للي بيحصل لنا. الثقافة عبارة عن شوية الأفلام اللي بنشوفها، شوية الأغاني اللي بنسمعها، على كم كتاب قريناه، على كم علاقة كونناها في حياتنا. لكن مع الوقت بنكتشف إن في حاجات كتير قوي بتشكل الثقافة دي، يمكن اللي بنعيش معاهم، يمكن والدي ووالدتي، يمكن التلفزيون بكل ما فيه، يمكن صحابي في الجامعة أو المدرسة. عشان كده لازم ناخد بالنا قوي من اللي بنصاحبهم واللي بنسمعه واللي بنتفرج عليه واللي بنشوفه، لأن هو ده اللي بيحدد مصيرنا. والحقيقة مش مصيرنا احنا بس، لأ، ده يمكن كمان مصير الناس اللي بحبهم، يمكن مصير ابني في المستقبل، يمكن مصير أي حد بيسمعني بقول حاجة. كل واحد بيسمعك بيتأثر بيك، عشان كده لازم تاخد بالك قوي من اللي بتقوله. الثقافة حاجة نسبية جداً، مفيهاش صح وغلط، فيها إن اللي يعجبك ممكن ما يعجبنيش، واللي يعجبني ممكن ما يعجبكش. كتير بنتريق على الأغاني والأفلام بتاعت الطبقة الشعبية، خصوصاً الأغاني يعني، ونفضل نقول مش هي دي ثقافتنا وده مش شبهنا، وبننسى خالص إن بشكل أو بآخر ده جزء من تفكيرنا، جزء من تفكير طبقة كبيرة قوي في المجتمع. حاجات ممكن تشكل ثقافتنا وإنت اللي بتختارها، الناس دي جزء كبير قوي من ثقافتنا وتاريخنا. الأم تريز، ماما ماجي، طلعت حرب، مكرم عبيد، كل واحد فيهم كان بيشكل جزء كبير قوي من ثقافة شعب في وقته. الثقافة مطاطة، تأثر فيك، تأثر فينا، وفي نفس الوقت بتدينا المساحة ان احنا كمان نأثر فيها. بس خلينا نتفق ان مفيش في الثقافة صح ومفيش غلط، ثقافة نسبية قوي، ولازم ناخد بالنا ان الثقافة سواء رفضناها أو قبلناها بتشكل فينا إحنا أصحابنا وأهلنا وأولادنا. ناخد بالنا. افتكر تشتري لحد كتاب علشان يتعلم منه.